فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم لبس الغوطة، يقول هكذا، الغوطة للمرأة المحرمة، وهي شيء يوضع على الوجه وليس فيه نقب للعينين لكنه قد صنع خصيصا للوجه؟ لا، ما يجوز. المخيط للوجه خاصة ما تلبسه المرأة المحرمة، وإنما تغطي وجهها بالخمار أو بالثوب. نعم، أما المخيط للوجه فلا تلبسه. نعم.